ما الذي يوجد داخل الكيس؟ بعض الزجاجات العطرية. من المستحب أن يتعطر الحاج وهو يدخل حرم الكعبة الشريفة. أخرج الورقة من جيبك. صدقيني لقد امتلأت. عليك أن تسجل بعض الهدايا للأطفال. أستطيع القول إنها الوصية 21. كان عليك أن تحمل أكثر من 1000 ريال. من أين أتي بال1000؟ وأنا بالكاد جمعت 400. إذا ابقى إلى السنة القادمة. ما الأمر يا سلوى؟ أنا ذاهب إلى مكة لأؤدي فريضة الحج وليس للتسوق. أنت بهذا تريد أن تعود خالي اليدين دون الهدايا. لمن الهدايا؟ ها؟ أخبريني لمن؟ للذين يزورونك. والله ما فرض هذا شرع ولا دين، لكنه مجاملة وتواصل بين الناس. هذه عادات يجب الإقلال منها قدر المستطاع، ومن الأفضل الإقلاع عنها. أتريد أن ننعت بالبخل؟ وهل عدم إعطاء الهدايا للزائرين يعد بخلاً؟ الضيافة شيء والهدايا شيء آخر. هذا جارنا أبو سلمان، عندما أتى من الحج وزع على زائريه هدايا فوق ثمنها 1000 ريال. وهذا جارنا أبو مصطفى، قد اعتكف عن أداء الفريضة لأنه لا يملك ثمن الهدايا التي سوف يعطيها للزائرين. خير لي ألا أؤدي فريضة الحج على أن يشار إلي بالبنان. اتقي الله يا امرأة، اتقي الله. أي خير هذا وأنت تعتكفين عن أداء الفريضة؟ اسمع يا أحمد، إذا أردت البخل فهذا شأنك، الدار دارك والسمعة سمعتك. إنك تهدين يا امرأة، أي بخل هذا وأي سمعة تلك؟ سأحمل معي ما أستطيع من التمور لأقدمها للمهنئين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الذي تفعل؟ أضعت محفظتي. أين أضعتها؟ أدري، ربما على الطريق وسط الزحام. سامحك الله يا رجل، عليك الانتباه لهذا الأمر جيدا. المشكلة أنني لا أملك ريالا واحدا الآن. إنها صدمة كبرى، 2200 ريال دفعة واحدة. وهل أبلغت الشرطة؟ بالطبع، إن كان لك نصيب بها فستجدها، وإلا ماذا؟ عوض الله عليك. أن يضيع 2200 ريال هباء منثورا. أخبروني كيف آكل وأشرب وأتنقل وأشتري ما صممت على شرائه ووعدت عائلتي بالإتيان به. إذا كان هذا ما يقلقك فأخبرهم أنك أضعت نقودك، عندها لن يتهمك أحد بالتقصير. ظننتك ستقول دعي الأمر لنا، نحن نتدبر الأمر. والله لم أكن مسؤولا قبلك عن رجل عاقل،
فقد نقوده في لحظة طيش. لحظة طيش؟ وهل يكون طائشاً من يضيع نقوده؟ لو كان عاقلاً كان أكثر اهتماماً. لا وقت لسكب الزيت على النار يا مجد. اهدأ يا رامز، سنحاول أن نساعدك. علي أن أعود إلى الشرطة فأسألها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعاني جيدا، سنحاول أن نساعد رامز. كيف نساعده يا أحمد؟ يعطيه كل واحد منا مبلغا من المال نعوض عليه خسارته. ضعف اعتباركما أنني لم أسمع شيئا. ويحك يا رجل، هذا قريبك وأنت أولى بمساعدته منا. كيف أساعده وأنا لا أملك من المال إلا ما يكفي لطعامي وشرابي؟ تساعده بأن تنقص بعضا من شرابك وطعامك مما يعيد إليه الراحة والإطمئنان. لا نؤثر أحدا على نفسي، لا نؤثر أحدا من الحجيج حتى لو كان أبي. عرفنا رأي صاحبك، فما رأيك أنت؟ إذا كان قريبه بهذا الموقف فما يكون موقفي؟ أفهم من كلامك أنك لن تساعده؟ شيء من هذا القبيل. أخبرني، ما الذي يدفعك إلى مثل هذه الحمية بالمساعدة؟ دعه يتحمل مسؤوليته. كأنك تحمل روح التشفي والانتقام. لا أتشفى ولا أنتقم، إنما أقول الحقيقة. دع الأمور تجري كما هي. اسمعني يا رجل، ألا تؤمن بأننا أخوة على هذه الأرض المقدسة إن شاء الله؟ أؤمن طبعا، ولكن ما فعلته معي ربما لا يفعله أخ مع أخيه. منذ أسبوع وأنت تنفق علي في مأكلي ومشربي وروحاتي وغدواتي. حان لي أن أسألك سؤالين اثنين. السؤال الأول، ما هو مقدار المال الذي جئت به إلى هذه الديار؟ الكثير والحمد لله، أكثر مما تتصور. الحمد لله، أنت رجل طيب وتستحق الكثير. بقي السؤال الثاني وهو المهم، تشتري لي الطعام وتعتكف عنه. سألتك عن هذا مرارا ولكن لم تشفي إجابتك غليلي. ماذا عساي أن أفعل؟ لا أستطيع أن أغضب عبد الصمد، لقد حلفني منذ قدومنا إلى هنا ألا آكل طعاما دونه. ماذا أفعل؟ دعني أساعدك. كأني بك اشتريت السوق كله. ثمن هذه الأغراض 500 ريال. قلت 500 ريال؟ أغلبها أمور ليست ضرورية. وألا ترى أن ذلك يعد من الإسراف؟ أنت لا تستطيع أن تهمل ما أوصتك به عائلتك، والهدايا والألعاب توزعها على الفرحين بعودتك سالما. الحمد لله، الحمد لله. لا أدري كيف أشكرك يا أحمد. لا شكر على واجب يا صاحبي، إنما أفعل ما يمليه علي ضميري وعقيدتي. ما الذي تفعله؟ أراك تجمع بقايا طعام. ربما يرمى
مثل هذا الطعام في سلة المهملات، هناك من يحتاج إليه. هذا عمل تثاب عليه إن شاء الله. تنقصنا مثل هذه المنهجية في بلادنا الإسلامية، حيث يرمى الكثير من الأطعمة في سلة المهملات. أما في بعض الدول الغربية يا صاحبي، يلجأ أصحاب بعض المطاعم إلى ادخار الطعام النظيف، يوضع في علب ومن ثم يوزع على الفقراء الذين يأتون إلى هذه المطاعم في الساعات المتأخرة من الليل، وهم لا يملكون من المال شيء. ما أحوجنا إلى فعل مثل هذا ونحن في الدول الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الإسراف في كل أمور حياتنا، من ملبس ومشرب ومأكل وزينة. إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم. بسم الله. وعليكم السلام. تفضل تفضل. أراك قد أدخمت والباقي تأكله رغما عنك. إن كانت لك رغبة بالطعام فتفضل. الحمد لله الذي قسم الأرزاق كلها ولم ينسى من فضله أحد. ألم تنتهي من عيد صاحبك يا رجل؟ أراك تنتقدني بدلا من أن تشجعني على مساعدة رجل وبحاجة ماسة للمساعدة. كيف أشجعك وأنا أعلم الناس بك وبما تحمله في جيبك؟ الحمد لله معي الكثير. أي كثير تدعي؟ أنت لا تملك سوى 400 ريال، رأيتها بأم عيني قبل أن ننطلق. اسمع يا عبد الصمد، إن كنت تعلم هذا الأمر فابقه سرا. لن أبقيه سرا وأنا أراك تظلم نفسك في سبيل رجل أضاع ماله استهتار متهور. ما الذي يمنع قريبه ماجد من أن يساعده رغم أن ماجد يحمل من المال أضعف ما تحمله أنت؟ لكل منا حرية التصرف مع الآخرين، شرط لا ننقص من حقوقهم أو نؤذيهم. إنك بهذا تؤذي نفسك. أنا أعلم أن لديك عائلة تنتظرك وأنت تحمل إليها الهدايا، وأعلم أيضا أنك قدرت على نفسك وعلى أولادك حتى تدخر ما ادخر لتأتي به إلى هنا. لا أستطيع يا صاحبي إلا أن أفعل ذلك. أنت رجل غريب الأطوار، ترى نفسك في حاجة للمساعدة فتندفع لمساعدة غيرك وتؤثرهم على نفسك. اسمع يا عبد الصمد، إن جئتني مستبصرا سمحت لك بذلك، أما إن جئتني منتقدا مساعدتي للرجل فهذا ما لا أسمح به أبدا. يقولون لا خير في جار لا ينصح جاره، أما وقد أصبحت النصيحة عبئا على صاحبها فعلي أن أدعك تغوص في المشكلة وحيدا. اسمعيني جيدا يا سلوى، لا أستطيع أن أؤمن من وصاياك الثلث. لم يعد في جيبي المال الكافي. لكنك حددتني بأنك تستطيع أن توفر إذا قدرت على نفسك بعض الشيء. لم أستطع صدقني، وإذ وصلت إلى هنا دارت شهيتي للطعام دفعة واحدة. ماذا أفعل؟ الطعام هنا طيب وشهي.
ماذا أفعل؟ خيبت ظني يا أحمد. وعاهدك يا سلوى لأنني لن أغادر هذه الأرض الطيبة إلا ومعي هدايا الأطفال. ولدك بلال ينام ويستيقظ وهو يسأل عن اللعبة التي وعدته بها. أخبريه بأنني سأتيه بها على عجل. كيف حال فاطمة؟ رأيتها اليوم وهي ترسم على ورقة ما يشبه الدمية، فسألتها عنها فأجابت هذه الدمية التي سوف يأتيني بها والدي من سفره. حبيبتي فاطمة، قبليها بالنيابة عني وقولي لها إن لعبتها ستكون أول الهدايا التي توضع في الحقيبة إن شاء الله. مع السلامة. هذه 100 ريال، سوف أمضي إلى السوق وأشتري اللعبتين وما تيسر لي من الهدايا. يبقى سوى 50 ريال، علي أن أتدبر أمري بها. الحمد لله. لا أشك أنك أنفقت 1000 ريال لشراء حاجياتك، بل تستطيع أن تقول ما يربو على 1500 ريال. أنت لا تستطيع إلا أن تكرم أهلك وزائريك. أحمد الله أنني وفيت لكل أهلي وأقاربي، فخصصت لكل واحد منهم هدية. التجارة بحاجة إلى أرضاء الزبائن. بقي أمر صاحبك وصاحبي، كلاهما سيعودان إلى داريهما صغر اليدين. الأول فقد ماله والثاني فقد عقله. أعرف أشخاصا كثر يغدقون ويكرمون مما فاض لديهم من الخيرات، ولكن أن يصل بهم الإيثار إلى التضحية بمتطلبات أنفسهم لغيرهم فهذا لم أسمع به إلا عند صاحبك. وللناس فيما يعشقون مداه. رامز، 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 ما بك يا رامز؟ وكأن هموم الدنيا أطبقت عليك دفعة واحدة. وكذلك أطبقت علي فعلا. ما بك يا صاحبي؟ ما الذي يفرحك وقد خانك 3؟ مال لا تستطيع الوصول إليه عند حاجتك، وجار لا يعينك عند محنتك، ووعد قطعته على نفسك لكنك لا تستطيع الوفاء به. أما المال الذي لا تستطيع الوصول إليه فهو قطيعك الذي تركت، والجار الذي لا يعينك فهو رفيقك ماجد الذي رفض إقراضك المال. بقي العهد الذي قطعته على نفسك. حري بي ألا أتفوه به كي لا يجرحني في الصميم ويحرجك. أصدقني القول، ما الذي يضايقك؟ أخشى أن أحدثك به فتسعى لتنفيذه، وقد عرفت عنك الشهامة والمروءة والإقدام ما لم أعرفه من أحد غيرك. أقسمت عليك أن تحدثني بما لديك. لا أخفي عليك يا صاحبي أن لي صغارا في داري
ينتظرون هدية آتي بها إليهم عند عودتي. ألا يؤلمك مشهد أطفالك الصغار يقفون إليك ويطالبونك بهدية وعدتهم بها قبيل انطلاقك؟ ماذا أقول لهم وأنا أعود إليهم ولا أحمل بيدي ما وعدتهم به؟ أنت بهذا تحاول أن تقضي على ما تبقى من سعادة لدي. لا تبتئس ولا تكترث لحالي، لقد قمت بالكثير تجاهي. قاسمتني طعامك وشرابك طوال هذه الرحلة، فما تذمرت ولا توانيت. لك في عنقي دين إلى يوم القيامة. أراك لا زلت هنا رامز. أملك في ضيعتي حانوتا مليئا لبيع التموم، ولهذا يعز علي أن أغادر هذا المكان دون أن أخذ حاجتي من السوق. وأين جارك أحمد؟ انطلق إلى داره وأظنه على وشك الوصول إليه. في الحقيقة جارك هذا رجل طيب، أبى إلا وأن يتوج سعادتي بتلك الألعاب التي أهداني إياها لأطفالي الثلاثة، بل وأصر أن يعطيني 35 ريالا أستعين بها، وها أنا ذا أحاول أن أشتري بها شيئا. لقد أعطاك كل ما يملكه، أنا واثق بأنه ذهب إلى داره وهو لا يملك ريالا واحدا. ألم يستعن بك؟ أقول صادقا، لقد حاول أن يستعين بي فرفضت. لم أشأ أن أقرضه لغاية في نفسي عقل. تقول تقرضه؟ وأين ماله الذي أودعه لديك؟ أودع مالا لدي؟ من أين له المال وهو لا يملك سوى 400 ريال فقط؟ ماذا تقول يا رجل؟ هو نفسه أخبرني بذلك في كل مرة كان يمد لي خلالها يد العون. أوهمك بذلك كي لا تجد حرجا في كل ما يقدمه إليك من طعام وشراب. صدقني، كل ما كان يملكه أحمد هو 400 ريال فقط، ولا يملك غيرها شيء. سلني إنه جاري ورفيقي إلى هذا المكان. وما الذي دفعه ليفعل ذلك تجاهي؟ الإيثار يا صديقي، لقد آثرك على نفسه. ألم يضيفك في المطعم ويطعمك على الدوام ولا يأكل؟ هذا صحيح، لأنك أنت السبب في ذلك. أنا؟ نعم أنت، كنت تصر ألا تأكل دونه وتأبى إلا أن يشاركك. لم يحدث هذا أبدا، أنا على يقين أنه كان يحاول إيهامك حتى تأكل ما طاب لك دون إحراج أو حياء. إذن ما الذي كان يأكله؟ ما بقي من طعام. أنت متأكد من هذا؟ لقد شاهدته مرات عديدة يأكل هذه البقايا في الخفاء. ما الذي دفعك أن تخفي هذا عني؟ عهد عاهدته به وقطعته على نفسي لأن لا أبوح بهذا الأمر. لا، هذا كثير. بقي أمر آخر يجب أن تعرفه. ما هو؟ الهدايا التي أعطاك إياها في الموقف كانت هداياه الوحيدة لطفليه. أنا واثق بأنه سيعود إليهما خالي الوفاء. وأخيرا عثرت عليك. خير إن شاء الله. يا أخ رامز، كنت متأكدا أنني سأجدك. تفضل، هذه محفظتك. جزاك الله ألف خير يا رجل. لا تقل هكذا، كان صاحبنا في حاجة لأن يجد محفظته المفقودة. لا تقل هكذا، في أمان الله. خذ. أحسنت. خذ. جزاك الله خير. بالله عليك تأخذ. أحسنت. أحسنت. أقسم بأني لن أتركك تعود إلى أطفالك وأهل دارك خالي الوفاض يا أحمد.